السلام عليكم واهلا بكم. عدد كبير جدا من اهلنا السوريين تحديدا بعد عام 2012 قرروا ان هم يتركوا سوريا ويذهبوا الى تقريبا كل دول العالم، ذهبوا الى الارجنتين، الى البرازيل، الى السويد، الى الكويت، الى العراق، الى مصر، الى استراليا، الى امريكا، الى الصين. عايز اقول لكم ان السوريين منتشرين في كل دول العالم ومعروفين باخلاقهم ومعروفين بحبهم للعمل ومعروفين بهدوءهم وطبعا يعني انا شهادتي مجروحه، انا مصري واهلنا السوريين موجودين في كل محافظات مصر. طبعا لما سافروا لتلك الدول كونوا اسر، بقي عندهم ابناء والابناء دول منهم الصيادله، منهم الاطباء، منهم المبرمجين، عندنا احد المبرمجين بيشتغل في امريكا في شركه فيسبوك. ومنهم لاعبين الكوره، وده موضوعنا النهارده. عدد اللاعبين المحترفين السوريين او اللي من اصول سوريه اللي في دول العالم كله يقدر بالالاف من لاعبي كره القدم الاف لدرجه ان احد المدربين وبدون ذكر اسماء طلب ان هم يدوروا له في الارجنتين على لاعبين سوريين فوجدوا له قائمه من اللعيبه السوريين اللي بيلعبوا في أندية الأرجنتين وطبعا أنا ما بتكلمش على خليل إلياس أو جليل إلياس اللي بيلعب في سان لورينزو الأرجنتيني أنا بتكلم على عدد آخر من اللاعبين نحن لا نعلم عنه شيئا بكل أسف وفي الأعوام الماضية تحديدا آخر 12 سنة هؤلاء اللاعبين المحترفين لم يوجه لهم الرعاية الكافية من الاتحادات السورية المتعاقبة وكانت النتيجة أن عدد من هؤلاء اللاعبين قرر ان هو لا يمثل المنتخب السوري. وقرر بشكل منطقي وطبيعي ان هو يمثل علم الدوله التي تربى فيها، والتي عاش فيها، والتي اكل من خيرها. يعني طبعا من ابرز النجوم على هذا الامر محمود داوود، بالمناسبه محمود داوود مش موضوعنا النهارده. وايضا ما بين الاسماء بابلو صباغ واللي برضه مش موضوعنا النهارده. أنا النهارده هتكلم معاكم عن اتنين من اللعيبة قرروا في عمر صغير جدا إن هم يمثلوا منتخبات أخرى غير المنتخب السوري، مش عارف أقول لكم بكل أسف ولا أقول لكم ربنا يوفقهم، طبعاً ربنا يوفقهم ما عنديش أي مشكلة في الأمر ده، ولكن قد إيه إن أنا حزين وزعلان إن تلك المواهب القوية واحد منهم يلعب في منتخب ألمانيا لاعب سوري على الأغلب من القامشلي يلعب في منتخب المانيا واحد اللاعبين الاخرين يلعب في منتخب السويد خلاص بشكل رسمي اللعيبه دي مش موجوده معانا اول لاعب هتكلم عنه النهارده هو بالنسبه لي كان مفاجاه اللاعب ده عنده دلوقتي تقريبا حوالي 20 سنه او 21 سنه اللاعب ده تم استدعائه لمنتخب سوريا الاولمبي الاخير ولكن بكل اسف الامر ما تمش هذا اللاعب بيلعب الان في نادي اكستوكهولم في الدوري السويدي وهذا اللاعب مدافع وتم تمديد عقده مع هذا النادي لعام 2026 واعاروه في اللحظات الاخيره لنادي اخر وهو نادي فاستيرس في الدوري السويدي الدرجه الاولى وهو من ابرز ابرز المواهب السوريه الضائعه بكل اسف، هذا اللاعب يحمل الجنسيه السوريه هو من القامشلي بالمناسبه ويحمل ايضا الجنسيه السويديه هو مدافع قلب دفاع يعني بيلعب في الدفاع في النص قيمته السوقيه دلوقتي مئة الف يورو مشواره كله في السويد يعني هو دلوقتي بيلعب مع اي كي السويدي وبدأ مع نادي اي اي كي تحت سن 17 سنه وده كان سنه 2021 واللاعب ده من زمان طبعا بيلعب كره قدم، انا بتكلم معاكم عن احدى المواهب السوريه المحترفه، انا دايما بحب اقول عليهم محترفين مش مغتربين وهو احمد فقه. احمد فقه او احمد فقه قولها زي ما انت عايز تم استدعائه وبشكل رسمي الى منتخب السويد تحت 20 سنه. كلها سنه او سنتين بالكتير ونلاقي اللاعب موجود بيلعب في منتخب السويد الاول عندنا طبعا للاسف قصص حزينه زي دي كتيره عندنا روني باردكجي بشكل رسمي لاعب مع منتخب السويد الاول ومنتخب السويد الاولمبي رغم صغر سنه وعندنا ايضا مايكل اسحاق لاعب منتخب السويد الاول الدبابه السوريه والذي يلعب مع نادي ليخ في الدوري في الدوري البولندي. انا زعلان اه زعلان طب انا فرحان اه فرحان زعلان جدا جدا اني احمد فقه مش هيمثل منتخب سوريا بكل اسف لو استمر في طريقه وفرحان ان احنا عندنا لاعب بهذه القيمه وبهذا المستوى وبهذه الدرجه ولسه طبعا انا هفاجئكم في اللعيب اللي جاي اكتر يعني وخلاص بيلعب هيلعب في منتخب السويد بشكل رسمي وتم استدعائه رسميا وبالتالي خلاص يعني هيبقى خير ممثل ان شاء الله لكره القدم السوريه اللاعب التاني بقى ده كارثه احنا عندنا في مصر لما بنقول كلمه كارثه بنقصد بيها الشيء الحلو يعني لاعب مفيش منه اتنين لاعب موهبه فشيخه زي ما بيقولوا عندنا في مصر هذا اللاعب تم توجيه دعوه رسميه له لمنتخب المانيا للشباب والان هو في معسكر المنتخب الالماني هل انتم بس يعني متخيلين معايا إن هذا اللاعب اللي عمره دلوقتي ممكن يكون حوالي 17 سنة أو 15 سنة بعد كام سنة هيبقى محمود دهود اثنين بكل أسف هذا اللاعب اللي بتكلم معاكم عنه النهارده هو من مواليد سوريا وعلى الأغلب من القامشلي وهو كردي طبعا ويلعب الآن مع نادي ار بي لايبزج الألماني المعروف والمشهور من كام يوم نشر صوره ليه من اختبارات المنتخب الالماني ومعسكر المنتخب الالماني في ساكسن تحت 15 سنه ابراهيم صالح انا قلت اسمه ابراهيم صالح لاعب سوري 100% اللاعب لو نظرت الى وجهه هتلاقي ان هو لاعب سوري ملامح سوريه واضحه والملامح العنيفه التي طبعا عنيفه يعني مش معناها في عنفيه يعني لا انا قصدي ان الملامح بتاعه سوريا باينه عليه بشكل واضح بشكل تضاريس الوجه وتعبيرات الوجه وحتى الشنب الخفيف يعني كانك بتشوف لاعب سوري هو سوري اللاعب ده كل مباراه تقريبا بيسجل هدف يعني عايز اقول لكم في اخر مباراه كانت ليه مع تشتورجرت سجل هدف من الهدفين بتوع المباراه لعب مع باريس سان جيرمان وكان ليه دور قوي جدا لعب مع بازل السويسري وسجل بعض من الاهداف وعمل اسيست كتير في تلك المباراه. آه تم اختياره كافضل لاعب على مستوى البطوله في الفرق المشاركه ما بين ليفربول وايفرتون وكريستال بارس وباريس سان جيرمان ويوفنتوس ولشبونه ومانشستر سيتي وهو بيلعب مع لايبزيج الالماني. عايز اقول لكم ان اللاعب ده طموح الصوره اللي امامكم فيها هذا اللاعب ابراهيم الصالح وهو بيتصور مع روبن النجم الكبير والعظيم ونجم منتخب هولندا العظيم وبالمناسبة ساعتها كان بيلعب إبراهيم الصالح في إحدى الدورات الهولندية إبراهيم الصالح من اللعيبة النشيطة جدا جدا بمعنى إن هو بيلعب في عدد كبير من البطولات كل أسبوع بيلعب ماتش أو اتنين كحد أدنى بالمناسبه على الاغلب ابراهيم الصالح مهاجم انا ما عنديش للاسف معلومه هو بيعمل ايه او بيلعب في انهي مركز ولكن يقينا هو دلوقتي حائر في المنطقه بتاعه المهاجم الاول او المهاجم الثاني او صانع الالعاب هذا اللاعب بصراحه موهبه يحزن عليها يعني من المواهب القليله اللي انت تزعل عليه زي كده عندنا في منتخب سوريا الاولمبي هزان عثمان لاعب اضاف للمنتخب السوري قدم مستوى رائع للاسف مدربين منتخب سوريا مازالوا زالوا مصرين ان هم يحطوه مهاجم تاني او مهاجم اول وهو مركزه الحقيقي ظهير ايسر. ظهير ايسر يجيب اجوان اكتر من المهاجم الاول. لان هو بيبقى مستريح في المكان اللي هو متعود عليه، بياخد الكوره من عند الهجوم من عند الدفاع عذرا وينطلق بيها جنب الخط ويروح عند المرمى يا يسدد يا يباصي يا يعمل كروس او اوفر. غير كده ما ينفعش ان انت تلعب اللعيب ده. فكرة إن اللاعب يلعب في مكان غير مكانه دي للأمانة فكرة بالنسبة لي مش عايز أقول كلمة يعني بس فكرة سيئة جدا جدا يعني خلينا ناس محترمين. عايز أقول لكم إن لجنة اللاعبين السوريين المغتربين على علم بالاتنين دول أحمد فقه وإبراهيم الصالح عايز أقول لكم إن هم شغالين معاهم بشكل حثيث وبشكل قوي والأستاذ محمد عبيد الخليل مركز معاهم جدا جدا ولكن طبعا نحن بكل أسف محكومون بكل اسف محكومين بعدد قليل من اللعيبه المحترفين اللي هيلعبوا مع المنتخبات السوريه ايا حتى ولو المنتخب بقي كله محترفين كل منتخب مثلا خد له ستة محترفين فبالتالي احنا عندنا أربعة في ستة ب 24 لاعب من الاف اللاعبين اللي احنا بشكل اكيد مش قادرين نحصرهم ومش قادرين إن إحنا نصنفهم ومش قادرين نقول مين الكويس ومين الأفضل ومين الأحسن ومين المرعب ومين اللي ما فيش منه اتنين بكل أسف ساعتها إحنا بنصحى متأخر وبنفيق على لاعب بموهبة محمود دهود مع نادي دورتموند الألماني لاعب صرف النظر تماماً عن إن هو يمثل منتخب سوريا وتوجهت أنظاره إلى منتخب ألماني كان في فكرة مطروحة من حوالي أربع شهور والفكره دي للامانه يعني ساهم فيها ناس كتير على راسهم الاستاذ محمد عبيد الخليل رئيس لجنه اللاعبين السوريين المغتربين والاستاذ شكري قومي المقيم في السويد والقائم على اعمال لجنه اللاعبين السوريين المغتربين سابقا مع اتحاد السيد حاتم الغايب واللي ساهم في عدد كبير من اللعيبه برضه مجهودات كبيره جدا عشان نعمل منتخب محترفين والمفروض ان كان هيشرف عليه هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا ولكن الامر ما تمش الى الان بكل اسف. الامر ده لو تم انت بيبقى عندك مشروع منفصل. اللاعب المحترف بيبقى عايز بيئه مختلفه وعايز جو مختلف وعايز اعداد مختلف وعايز انتقاء عشان تتاكد بالظبط من فكره تمثيله لمنتخب سوريا. عدد كبير من اللاعبين المحترفين وده امر ما يزعلش عادي جدا جدا يعني. بيبقى جواه متربعه المانيا. زي محمود دهود جواه متربعه السويد زي مايكل اسحاق او زي احمد فاقه او زي ابراهيم الصالح فمن غير المنطقي وغير الطبيعي ان انت تجيبه وتقول له تعالى امثل منتخب سوريا وانت ما ان هو عنده ولاء 100% ولا لا. انا بالنسبه لي زي ما قلت لكم زعلان جدا ان المواهب دي ضاعت مننا ولكن على ناحيه اخرى مبسوط جدا جدا من ان اللعيبه دي شرفت كره القدم السوريه في دوريات العالم. عايز اقول لكم والله ان في لعيبه سوريين بيلعبوا في الدوري البرازيلي انت لو شفته ما تعرفش ان هو سوري. ولان هو حياته بقت برازيليه في 100%، تسريحه شعره برازيليه، لونه، لون بشرته من الشمس ومن العوامل الجويه وكده بقي برازيلي، لكن هو لاعب سوري ويحمل الجنسيه السوريه ووالده كمان سوري او جده سوري. اللعيبه دي لازم يا جماعه نوجه ليهم رعايه في اقرب وقت ممكن لان اللعيبه دي بصراحه تستاهل دمتم في امان الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته